أمي بس هذا حمار كيف بدي اهتم فيه؟ أمي أنا ما غزل، وإذا كان هذا حمار؟ أمي طلعي عليه بنتي، حميدة جابت معه ضيف حباب كتير وحلو لازم نهتم فيه. طلعي على عيونه شو حلوين. عم يلمعه مثل الألماس ومشيته راكزة لأنه من عند حميدة. شوفي إذا بيطلع وبيمشي بالشارع بيوقف السير كله على قد ما له حلو أنيق. تعرفي حميدة، لازم أعترف لك إنه التياب يلي لابسهم كتير حلوين. ما في غير مشكلة واحدة، بابان ما بيقدر يحكي شي، بس ما رح تفرق معنا لأنه شوفي كيف أدنيه كتير كبار، وهاد بكفي ليقدر يتواصل معنا. رح تشوفي أدنيه ورح تعرفي شو بده. أمي تعرفي إنه أنتي وهالحمار، لا مو قصدي، أنتي وبابان رح تصيروا رفقات أنا متأكدة. وبتعرفي شو، يمكن أنت تحبيه كتير كمان غزل. يعني بصراحة حيدر ما قدر يحبك أبداً، لهيك متأكدة إنه بابان رح يحبك كتير. أنتوا الاثنين بتلبقوا لبعض كتير ورح تطلعوا كتير حلوين مع بعضكن. ماما لو سمحتي لا تقولي هيك، ظهري مكسور، كيف بدك يعني اهتم بهالحمار؟ ما فيني اعمل هيك شيء. بس غزل خلاص، لا بقى تدللي عليه، انت لازم توافقي تهتمي فيه، وصدقيني عن قريب بابان هو يلي رح يدير باله عليكي. حيدر، سمعت شو بدهم يعني اعمل؟ هنن متوقعين اني اهتم بالحمار، هنن عم بيهينوني وانت واقف وعم تتفرج. لو سمحت لازم تقول شيء، ما رح اهتم فيه، جاوبهم. لو ما صرفت المصاري اللي اخذتيهم على فستان واحد كان ممكن دافع عنك. حيدر ما بدي اتدخل بهالموضوع، بتعرفي منيح انه انا مشغول كتير باسبوع عرض ازياء فساتين العرس، لهيك بيكون من الاحسن اذا ما بتدخل بهي القصة. اذا بقول شي ماما ما رح تسامحني. معناتها خلص من هلأ غزل رح تدير بالها على بابا. هي رح تهتم فيه وتدير بالها عليه، وغزل رح تعمل كل شي بده يا بابا. ودعاء لو سمحتي قولي لي شو قررتي هلأ؟ انتي جاهزة تشتغلي بتصاميم حيدر؟